يا حق الأستاذ ترقية حق الأستاذ ترقية حق الأستاذ ترقية حق الأستاذ وفين هي الترقية وفين هي الترقية يا الله وشنو القيمة إذا اليوم كما كتشوفوا يعني الشغيلات التعليمية الآن مصرة على المضي قدما في المعركة النضالية نتاعها، مصرة على الاستمرار في المعركة النضالية نتاعها. اليوم كاين هناك عرس نضالي هنا بالعاصمة الرباط، هناك مسيرة ستنطلق من هنا من أمام البرلمان في اتجاه الوزارة. طبيعة الحال هذا إن دل على شيء، كيدل على أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة، كيدل على أن المطالب العادلة والمشروعة تاع نساء ورجال التعليم لم يتم الاستجابة لها، كيدل على أن الاتفاق نتاع 26 دو جامبير هو اتفاق يعني معيب لم ينصف الشغلة التعليمية هنا. نحن هنا نقول على أننا لازلنا مستمرون في الاحتجاج، سواء الإضرابات عن العمل لا تزال مستمرة، سواء يعني الشوارع المعارك يعني في الميدانية لا تزال مستمرة، وخير دليل على ذلك هذا المعركة هذه. كنقولوا على أن هذه الحكومة هذه والوزارة لم تستجب لجميع المطالب. بطبيعة الحال كانت هناك مطالب يعني من أجل يعني حلحلات الملفات العالقة، المجموعة من الفئات، يعني كان هناك 26 فئة لم يتم إنصافها صراحة، وخصوصا أخص بالديك هيئة التدريس التي يعني كانت هناك واحد الملفات مطلبية اللي هي عاجلة بحال إنقاص ساعات العمل، الذي نلاحظ بلي أن الحكومة تتماطل في الاستجابة يعني تحت ذرائع معينة. كان هناك زيادة في الأجور بما يحفظ كرامة الشغلة التعليمية، وبالإضافة إلى مطالب أخرى لم يتم الاستجابة لها. إذا الرسالة واضحة، نطلبوا من الحكومة من الوزارة التقاط هذه الرسالة هذه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الكرة باقية في الملعب تاع الحكومة، باقية في الملعب ديال الوزارة. كنقولوا لهم على أساس أنهم يسرعوا ويحلوا جميع الملفات، راه ما كانش ملفات اللي هي تعجيزية، ملفات بسيطة تطالبوا يعني بتحسين الأوضاع الاجتماعية المهنية نتاع نساء ورجال التعليم. كنقول بأنه هذا الشكل النضالي والمحطة المركزية بالرباط تأتي في سياق عدم استجابة الحكومة والوزارة الوصية ووزارة التعليم وزارة التعليم للملفات المطلبية لكافة الفئات التعليمية سواء المزاولة منها أو المتقاعدة، وكيجي في إطار كذلك يعني البرنامج النضالي المسطر من طرف ثلاثة التنسيقيات الميدانية، التنسيقية الوطنية يعني التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي والتأهيلي، والتنسيقية ديال الموحدة. هذه التنسيقيات الميدانية اللي سطروا برنامج ديال ثلاث أيام إضراب الأربعاء والخميس والجمعة، وتجسيد وقفة مركزة اللي كنتوجدوا فيها حاليا واللي كتبين بانه ستكون حاشده يعني بحضور الفئات التعليميه المعنيه، جميع الفئات التعليميه كما قلت المتقاعده والمزاوله من جميع اقاليم وجهات المغرب. دونك في هذا السياق هذا يعني كنستمرين في الحراك التعليمي، مستمرين في الاحتجاج على اعتبار ان اغلب الملفات المطلبيه للفئات واللي كيوصل يعني العدد اكثر من 40 ملفا لم تستجب الحكومه لمطالبها العادله والمشروعه، ومنها يعني مجموعه الملفات اللي عمرت كثيرا اكثر من 20 سنه. وكنقولوا حنا المطلب ديالنا هو واحد الاتفاق كان دارته الحكومه ديال الفاسي في 26 أبريل 2011. هذا الاتفاق كيقول بان واحد المجموعه ديال الفئات التعليميه محرومه من باش ترقى لخارج السلم، وهي فئات الاطر الاداريه والتربويه للابتدائي، الاطر الاداريه والتربويه ديال الاعدادي، الملحقين التربويين، الملحقين الاداريين، والملحقين الاقتصاد. هذه الفئات محرومه، وهذا الاتفاق عطاهم هذا الحق هذا، يعني اتفاق ما يعني موقع من طرف المركزيه النقابيه ومن طرف الباترونا ومن طرف الحكومه، ولكن من 2011 تم تجميد هذا الاتفاق ولم يتم تفعيله. وبالتالي احنا مستمرون كذلك كفئه ومن داخل التنسيق، كتنسيقيه من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الى جانب التنسيقيات يعني الميدانيه للدفاع او المطالبه بتنفيذ هذا الاتفاق، ولن نقف مكتوفي الايدي بجميع الوسائل القانونيه الاحتجاجيه والمراسلات والترافع الى من داخل التنسيق الوطني. اليوم هو شكل نضالي عباره عن وقفه وطنيه ممركزه أمام البرلمان ومسيرة في اتجاه الوزارة، لا لشيء إلا من أجل التعبير عن حقوقنا العادلة والمشروعة، مجموعة من الحقوق ومجموعة من الانتظارات التي وجب على وزارة التربية الوطنية التلبية ديالها،
نقول المحضر ديال 30 أبريل 2021، نقول درجة جديدة، نقول عدالة أجرية، نقول أرقام استدلالية تواكب الغلاء وتواكب ما يعيشه رجل التعليم من قهر ومن تبخيص على مستوى الأعمال ديالو. هذا من جهة. من جهة أخرى نقدم أو نرسل رسالة إلى عموم الآباء والأولياء وأمهات التلاميذ على أن الخروج ديالنا ما هو إلى خروج اضطراري، والكل يعلم أن رجل التعليم معروف بالتضحية ديالو، معروف أنه يعمل في الجبال، معروف أنه يعمل في ظروف قاسية، لا لشيء إلا من أجل نشر العلم، إلا من أجل أنه يقري ولاد الشعب. ولكن عندما وصل سيل الزوبة، عندما كانت انتظارات ولم تلبى، عندما خرج مرسوم أساسي لا يمكن وصفه إلا بمشؤوب أو لمرسوم مآسي، خرج كل هذه الجماهير من أجل أن تقول كلمة واحدة، وهي لا لهذا المرسوم، وهي لا لهذا الحيف، نعم للعدالة الأجرية، نعم للرفع من الأجور، ونعم للعدالة الاجتماعية.